حيت حتى حنا الحمد لله كنا مع الدولة ديالنا معقولين مستقيمين وقفنا معها وبلا جميل، ولا احتاجتنا غنعاود نبقوا معها، ولا احتاجت نعطيوها الأرواح ديالنا غنعطيوها لها، لأنه بالنسبة لنا حنا بلادنا هي الأولى. لأنه باش كيتيسر لنا تجي من إفران وتجي من بولمان وتجي من ميسور وتجي من مكناس وتجي من أزرو وتجي ما نعرف شنو، خصك الدولة تكون. إلا ما كانتش الدولة غادي تجي، ما غتحضر ما غتكلم ما غتتفق ما والو. ولهذا الاختيار ديالنا حنايا أنه الدولة أولا والحزب ثانيا، هذا واحد الحاجة بطبيعة الحال أساسية ورئيسية في فهمنا لما وقع. وبعض المرات أنتم كتشوفوا كما وقع في تونس، مرة واحدة راه مرة واحدة اللي رونات هذا الشيء كامل. حتى دابا وصلنا لواحد الوضع أنا بعدا ما تنفهموش كيفاش هاد البلاد وقفات البرلمان وقفات الحكومة، بدلت الحكومة ووقفات القضاء، والله ما كتعرفش شنو تيدير ولا تنفهم. الحمد لله بلادنا ما فيهاش هاد الشيء، والحزب ديالنا ساهم في هذه الوضعية ديال الأمن والاستقرار.